مقابله كانت صعيبه كيف ما صارت في الاول، فلي ديربي نور افريكان سيرتو مع الاخوه الجزائريين كيكون صعيب. مقابله كيف ما قلتوا اكتسرت ليها بانها غتلعب على جزئيات صغيره، الحمد لله دوك الجزئيات تحكمنا فيها، تحت لينا العديد من الفرص، في الاخر نصفنا ربي وسجلنا الهدف، لانه بحال هاد الماتشات كيكون كتخدم انت تكتيكمون فيزيكمون مونطالمون، ولكن كيبقى التوفيق ديال الله. الحمد لله ربي ما حشمناش باش نقدروا ان شاء الله نجيبوا التأهل اللي غاب علينا بوندون 15 ans. بوندون 15 ans سي ديفيسيل، عندنا اون جينيراسيون دو جوار راسنا تري موتيفي، ان شاء الله نحاولوا نخدموا سيكولوجيكمون باش نكونوا في الماتش الثاني ان شاء الله ممتازين ان شاء الله. اللعابه بينوا اليوم بانهم رجال، بينوا بانهم كيف ما قلت لك، لان مقابله راه صعيبه، مقابله ما سهلاش كيف ما شاف الجميع، فمقابله لعبت على جزئيات كيف ما قلت صغيره، دي بتي ديتاي، وهذوك لو ديتاي تحكمنا فيه، وان شاء الله نتمنوا ان شاء الله تكون لا كاليفيكاسيون نجيبوها من هنا من تونس.